أعلن الحوثيون اليوم الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات دنماركية كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة. وتزامن ذلك مع تعرض سفينة شحن تابعة لشركة هاباجلويد الألمانية لهجوم في البحر الأحمر، إلى جانب تعرض سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا لهجوم جوي بقذيفة على الساحل اليمني. ويستمر الحوثيون باستهداف السفن التجارية بالصواريخ والمسيرات بوتيرة شبه يومية، مؤكدين استمرارهم بالتصعيد حتى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. أعلن الجيش الأردني عن إحباط تهريب كميات كبيرة من مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية للمرة الرابعة خلال أسبوع في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر الجمعة. وأحبط الجيش خلال اليومين الماضيين عمليتي تهريب مخدرات قادمة من سوريا، أسفرت إحداها عن مقتل عنصر من الجيش الأردني وإصابة آخر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تنسحب من سوريا، مشيراً إلى أن القوات الروسية موجودة لضمان مصالح روسيا في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وتنتشر القوات الروسية في سوريا منذ تدخل موسكو العسكري إلى جانب النظام السوري في 2015، وتسيطر على عدة قواعد أبرزها في حميميم وطرطوس، في حين تحدثت تقارير أعلامية سابقة عن ضعف الاهتمام الروسي بسوريا عقب الحرب الأوكرانية. كشفت صحيفة الوطن شبه رسمية عن انتشار تجارة شحن الموبايلات والحواسيب المحمولة للمواطنين في العديد من المحال التجارية التي تستخدم الطاقة البديلة في محافظة حماة. وبيّنت الصحيفة أن هذه التجارة انتشرت بسبب تردي واقع الكهرباء في المحافظة نتيجة تطبيق برنامج تقنين هو الأسوأ حالياً، إذ وصل إلى 5 ساعات و45 دقيقة قطع مقابل 15 دقيقة وصل. وأفرز واقع الكهرباء المتردي في معظم مناطق سيطرة النظام السوري أنواعاً من التجارة حادثة على المجتمع السوري، كتجارة بيع المياه الساخنة في أحياء دمشق. شهدت مدينة السويداء في اليوم 121 على بدء الحراك مظاهرة مركزية ضمت وفوداً من مدن وقرى المحافظة، تأكيداً على مطالبهم بتطبيق القرار 2254 والتغيير السياسي في البلاد. وأفادت مصادر أعلامية محلية بتوجه مجموعة من أهالي مدينة شهبة إلى ساحة الكرامة بالسويداء سيراً على الأقدام، قطعوا مسافة 20 كيلومتر تحت مسمى مسير لأجل الحرية، تشاهدون مقطعاً مصوراً من تظاهرات السويداء اليوم.